كثير من الأسئلة توجه إن هل ممكن لمرضى السكر أنه يعمل زراعة أسنان؟ طبعاً أريد أطمن مرضى السكر، الأنظمة الحديثة في زراعة الأسنان والديزاينات الحديثة للزرعات ممكن لمرضى السكر أنه يعمل زراعة أسنان، لكن بشرط أنه لازم يكون السكر مالهم منتظم والسكر مالهم ضمن الحدود المعقولة، إضافة إلى أن المريض ملتزم في الأدوية، ملتزم في الأكل والوجبات الغذائية حتى السكر لا يرتفع إلى مستويات خطيرة. إذا كان المريض ملتزم بكل هذه الأمور فيعامل كأنه مريض عادي وليس مريض مرض السكر، وممكن الزرعات مالته تدوم لفترات طويلة بدون أي مشاكل، وممكن يعيش حياة سعيدة، يقدر يأكل أي شيء براحته، لأن راح نعوض له الأسنان المفقودة في زرعات ممكن تدوم عنده لفترات طويلة.